وللمزيد عن فعاليات المؤتمر الدولي 35 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ينضم إلينا باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري. إليك باسم. نعم، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة رفيعة المستوى من نحو 60 دولة حول العالم انطلقت فعاليات المؤتمر 35 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. هذا المؤتمر الذي يأتي في إطار السعي الحثيث نحو تعزيز دور المرأة في مختلف جوانب الحياة وتنمية الوعي بأهمية قضايا المرأة المساهمة بدور فعال في مؤسسات المجتمع. هذا المؤتمر الذي يعد تأكيدا وترسيخا لدور مصر الريادي حول العالم في تعزيز قضايا المرأة وتمكين المرأة والتعريف للعالم أجمع بالتجربة المصرية الملهمة في مسألة تمكين المرأة، تلك المرأة التي لا تعد نصف المجتمع فقط وإنما أكثر من ذلك بكثير، فهي الأم وهي الزوج وهي الابنة وهي الأخت وهي المعلمة وهي الحاضنة وهي الواعظة التي يلقى على كتفها مزيد من الجهد من أجل إخراج نبتة صالحة تعود بالنفع على المجتمع أكمل. المرأة التي كانت آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة واستوصوا بالنساء خيرا. إليكم.